ناس كتير بتسأل، هو إحنا لسه طبقنا الدستور علشان نعدله؟ ده ما عداش عليه غير 4 سنين بس. الشعب اللي قرر الدستور هو اللي يقرر تجديده ويقرر تعديله، لازم نثبت وجودنا. رئيس الجمهورية مهما كانت مش هيلحق إن هو يعمل في 4 سنين أي حاجة. هدف الدستور إيه؟ إن يحميك ويحمي حقوقك. طول ما الفترة بتتمد، طول ما انا اقدر احط الخطه بتاعتي مظبوطه. مش معقول انه مجلس النواب 5 سنوات ومده الرئاسه 4 سنوات. لازم طبعا اديله فرصه اكتر ان هو يشتغل اكتر، لان انا شايف الازدهار في البلد. والحقيقه احنا مبسوطين بالحاجات اللي هي بتتعمل دلوقتي اللي على اساسها الدستور بيتعمل. لما نيجي نقول راينا في اي حاجه عقليه مش بنتشاور مع بعض؟ لما نيجي تبرز دور المواطن المصري في بناء المجتمع الحديث. التعديلات الدستورية مهمة، دي تعديلات للمستقبل، تعديلات للوطن. مصر محتاجة نكمل المشوار اللي احنا فيه، ما تبقى السلبي، ان في ناس كتير عايزة تعطل البلد ديت. لازم نبين العالم رسالة في تصميم ان احنا نقول رأينا في تعديلات الدستورية. الفلاح جاهز لازم يطلع ويقول رأيه بحريته. ادعو المصريين جميعا رجالا ونساء ممن ينطبق عليهم قانون الاستفتاء ان يبادروا لإعطاء رأيهم في أي موقف. البلد محتاجة أن لازم أبقى موجود، أنت كمان لازم تبقى موجود. أنزل وأقول أنا فين وأنا عايزة إيه. المهم أن أنت تنزل وشارك وقول رأيك. نحن مع التعديلات للأصلح والأفضل بإذن الله عز وجل. وعشان كده لازم نستمر نكمل اللي بدأنا. مصر اتغيرت، كفاية الأمان. أمان عليكم، أمان عليكم، سيبونا نكمل، خلوا أيديكم في إيدنا، خلينا كلنا إيد واحدة ورا رئيسنا علشان خاطر نقدر نكمل اللي الرئيس بدأه من إنجازات، ونقدر نتقدم بالبلد دي زي ما الشهداء كانوا عايزين بالظبط. التعديلات الدستورية 2019 علشان نكمل اللي بدأناه. انزل، شارك.